عودة لحضراتكم مرة أخرى ونكمل حديثنا طبعا مع كابتن عايدة إسماعيل، عضو مجلس الاتحاد المصري للكرة الطائرة. نورانا ومشرفانا وسعيدة بالتأكيد تواجد حضرتك معنا النهاردة، وعايزة أعرف من حضرتك تقييمك لمشوار منتخب مصر للسيدات في البطولة الإفريقية بشكل عام لحد دلوقتي. منتخب مصر منتخب جاهز إن شاء الله، هيحقق نتيجة كويسة. الولاد أو البنات متمرنة كويس، الدوري المصري كان كويس، الأندية كتير بتنافس، المنافسة قوية في الدوري، في خليط كويس قوي من اللاعبات، الإعداد كان كويس، البنات مثقفة جدا وواعية جدا وواخدة بالها من نفسها، الجهاز الفني والإداري على مستوى كويس. كل العوامل دي أدت لأن احنا نبقى جاهزين بشكل مقبول جدا. أتوقع عودة البطولات لمصر إن شاء الله. خير الكلام ما قل ودل، يعني حضرتك قلتي في نقاط كل حاجة. فعلا أنا قاعدة بسمع حضرتك وعجبتني إجابة حضرتك جدا، لأنه فعلا حضرتك يعني تقريبا لخصتي كل العوامل اللي مساعدة إن ولادنا أو بناتنا يبقوا بالشكل المحترم ده وبالأداء المشرف ده في نقاط مهمة جدا جدا. يعني ذكرتي الدوري المصري، لان الدوري المصري بقى فيه منافسه كبيره جدا، بقى كمان فيه تشويق واثاره والناس كلها مستنيه الماتشات، ففعلا ده فرق بشكل كبير جدا مع كل العوامل طبعا اللي حضرتك ذكرتيها بالتاكيد. بالظبط، الدوري كان قوي جدا، والميزه في البنات مصر ان هم كلهم علميا كويسين، اخلاقيا كويسين، ملتزمين، مدربين كويسين سواء في الانديه او في المنتخبات، جهاز فني وجهاز إداري كويس، والاتحاد ابتدى ما يبقاش فيه مشاكل زي زمان.